المهرجانات بيسمعها كتير من قطاعات المجتمع وجميع الفئات العمريه ومنتشره بشكل كبير، هنتكلم كمان عن تاثيرها على الاطفال. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا النيل اليوم. قبل اي حاجه حابه اعرفكم بنفسي، انا حبيبه وبيسه ومعايا زميلتي رويده حمدي. اهلا وسهلا بك يا رويده. اهلا بك يا حبيبه. موضوع حلقتنا النهارده هو المهرجانات. كلنا عارفين ان المهرجانات عباره عن وباء منتشر بيأثر على اطفالنا وعائلاتنا ومجتمعنا بشكل مخيف. مفيش بيت في مصر مفيش طفل او طفله بيسمع الاغاني غير مفيش طفل او طفله بيسمع بيمسك الفون الا لما يشغل اغاني سواء على ابلكيشن او على التيك توك. وكمان كانت بدايتها في اواخر 2007 وبدات تاخد شكل الراب لكن بطابع مصر شويه، وقبل ثوره يناير كانت بتتكلم عن الفقر والصداقه والمخدرات، لكن بعد الثوره تحولت الاغاني ديت واتكلمت عن موضوعات سياسيه وانتقاد حكام، وكان اول مهرجان ظهر في مدينه الاسكندريه، وبعدها بدا الفن ده في الانتشار بشكل كبير واتطور ووصل لشكله الحالي. والمهرجانات دي بقت متاحه للجميع، هل ان اي حد عنده استوديو ومعدات صوت وبيسجل الاغنيه بيرفعها على اليوتيوب، هل ده معنى الفن الحديث؟ وكمان بسبب السوشيال ميديا والبلوجرز الموضوع بدا ينتشر بشكل كبير لانهم بيستخدموها في معظم فيديوهاتهم، وكمان معظم الشباب في الوقت الحالي بتسمع النوع ده من الاغاني، ولكن النوع ده من الاغاني لا يعتبر فن. كمان كانت النقابة رافضة النوع ده من الأغاني وإنه لا ينتمي للنقابة أبدا، وكمان الدولة كانت بتحجمهم إنهم ما ينفعش يعملوا حفلة إلا بتصريح، وكانت بتضايق على النوع ده من الموسيقى بشكل خاص. ولكن النتيجة كانت إن المهرجانات زادت وانتشرت أكتر وحاولت الدولة احتضانهم وخلتهم أعضاء نقابة، والحل ده كان فعال شوية. وكمان لما نيجي نقارن بين الأغاني الشعبية القديمة والمهرجانات بنلاقي إن الأغاني القديمة كان ليها معنى ومؤثرة بشكل كبير وكان إيقاعها هادي ومريح، إنما المهرجانات كان إيقاعها سريع وصاخب وكمان بتولد نوع من أنواع العصبية والتوتر. وكمان كانت اغاني السيده ام كلثوم والسيد عبد الحليم حافظ وفنانين العصر ده كانوا بيعبروا عن حاله الشعب، ولكن المهرجانات بشكلها الحالي بتعتبر مهزله وبتعبر عن اشياء والفاظ غير لائقه بالمره. ولما نيجي نتكلم عن تاثير الاغاني ديت على الطفل بنلاحظ انها بتضعف حالته النفسيه وبتخليه عصبي وبتضعف وعيه، ودايما بتخلي صوته عالي وتعبيراته كلها عصبيه وحركته سريعه، وطبعا ده بيولد نوع من فرط الحركه الشديد. وكمان الاغاني دي بيكون فيها معاني لا تليق بالمجتمع المصري باي شكل من الاشكال، وفي امثال كتير للاغاني دي منتشره بشكل مرعب والطفل بيقلدها تقليد اعمى. وكمان انت ممكن تلاقي ابنك بيقول لفظ او شيء بيكون يعني بتلاقي ابنك بيقول لفظ ما كنتش تتخيل انه يقوله في حياته بسبب انه سمعها في مهرجان، هل ده المعنى الحقيقي لاغاني المهرجانات؟ دلوقتي احنا ازاي نتغلب على المشكله دي بالنسبه للاهل؟ اهتموا باطفالكم، شوفوا هما بيسمعوا ايه، هل اللي بيسمعوه ده بيخليه يتقدم ولا يتاخر؟ مش شرط الرفاهيه تكون بتاذيني، بالعكس انا لازم اوجه ابني للصح. وحتى لو بتسمع ما تكونش بتسمع شيء مسيء. بتنتهي حلقتنا اعزائي المشاهدين، اتمنى اكون فدناكم، على وعد اللقاء بكم في حلقتنا القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.